واخترنا أن نتحدث على الكلمة. الكلمة دكتورة عندها أثر صحي على الجسم وعلى الإنسان بصفة عامة. خلي لك المجال دكتورة. بارك الله فيك. الباب مفتوح. تفضل. بارك الله فيك. فما الناس ديما تتسائل ما هو أثر الكلمة على الصحة النفسية والجسدية للإنسان ولا حتى لأي كائن آخر. يجهلون ما تفعل الكلمة بالإنسان. أي نعم. الكلمة ليست عبارة على موجات صوتية أو ذبذبات نطلقها كما يحلو لنا. نعم. الكلمة طاقة، لأن الكلمة تصحبها تقاسيم وجه وتصحبها تقول إما سلبية أو إيجابية. صحيح. جميل. تصحبها تقاسيم وجه، تصحبها نبرة صوتية، تصحبها لغة جسد، بادي لانجوج. بادي لانجوج. وقتها يكون الوقع متاع الكلمة على المتلقي حسب أول حاجة كيفاش هي خرجت، وثاني حاجة حسب هو شخصيته كيفني، خاطر ردة الفعل متاع الأشخاص تختلف. هذيك علاش الكلمة مسؤولية. مسؤولية ما هيش معناتها الجملة. الكلمة مسؤولية. معناتها هما كلمتين، الجملة اللي قلتها فيهم كلمتين. كلمتين، جملة قليلة المبنى عظيمة المعنى. الكلمة مسؤولية. مسؤولية. أعرف إيش تقول يعني. صحيتك. أيوة. بعض الكلمات أي كيفاش يقولوها نور، وبعض الكلمات قبور. سبحان الله. كلمة تبني وكلمة تهدم. فما كلمة العبد معناتها كيفاش نقولوها تخليه ينحت في الصخر. أي نعم. وفما كلمة توصله للانتحار. سبحان الله. والكلمات الطيبة عامة لا تصدر إلا من الأشخاص الطيبين. وهذيك في عنا ديجا آية الطيبات للطيبين. يظهر لي تحكي على الكلمة، على الكلام. نعم. والطيبين ما يصدر منهم كان الكلام الطيب. نعم. دونك هنا كي تخرج أي كلمة، وإحنا في تعاملاتنا البشرية معناتها الكلمة شنو تنجم تكون؟ كان باش نحكيو على الطيب من الكلام، نجم تكون مدح، نجم تكون شكر، نجم تكون معناتها كيفاش نقولوها نصيحة، تشجيع، تنجم تكون تشجيع، تنجم تكون تحفيز، تنجم تكون نصيحة. هذا الكل تنجم تكون جبر خاطر. نعم جبر خاطر. هذا الكل معناتها فيك الكلمة اللي العباد تستهان بها ويقول لك خرجتها والله بدون قصد. وهي تنم عن معتقداتي، خاطر خرجت هي من العقل الباطن اللي تو نحكيو عليهم بعد. خاطر كلامه كان اللي بلا غير قصد. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يلقي لها بال، يعني قالها لا يلقي لها بال، وهي هذيك ما تظهر كان شنو هو معتقداته وشنو هو معناتها الموروث اللي عنده. بالضبط. دونك اللي خرجها بلا غير قصد هي هذيك هي القصد. بالضبط. دونك هذيك علاش الانسان يلزمه يدرب روحه ويدرب نفسه. محلاها الجملة زادة. باش يختار الكلمات. القصد هي بيد القصد. صحيح. يعني هذاك الاصل، هذاك الصحيح. هذاك الصحيح. ويقول لك كلمة حق. لا لا. صح. هو هذيك هي معناتها كيفاش يقولوها تمثل شخصيته هو. بالضبط. هي كلمة مرآة لشخصيته هو. الفليكسي. مش معناتها العبد هذاك هو معناتها الكلمة هذيك اللي هو قالها له. هذيك علاش يلزمنا ننتقيو الكلمات بالكدا بالكدا. أي نعم.